بس لو حي كده اي كلام بتاع ربنا انت بتصفر بيجي طوالي بيخفوا بيشروا منك ليه؟ عشان الكلام بتاع ربنا لما يخش في الدول بيطلع بيموت بيقوم العيشه بيقوم بيجيب صمم انت حياتك هتتغير كلمه الله بتغيرنا كلمه الله بتشكلنا فكلمة الله بتخلينا نتغير للصورة بتاعتها فعشان كده إبليس مجرد ما يعرف إنه كلام ربنا جاء عليك عشان قبل ما تخش في قلبك تب يرشده شيء منها سرب منك هو حرامي قال جاء عشان يسري ما ندي فرصة يسري أي كلام ربنا إليك ما تدي فرصة يسري للرؤية ربنا إداك ليه ما تدي فرصة يسري للحلم ربنا إداك ليه ما تدي فرصة يسري الكلام ربنا رسله من سنين أو من أيام مضى في قلب بتاعك ما تخليه ينسي الكلام بتاع الله لأنه هو بيلف دريسك أي كلام بتاع ربنا في قلبك شوفوا لما يكون كلام بتاع ربنا في قلبك إبليس ممكن يجي بحزن كلام ربنا بشجعني ممكن يجي بضيق عشان أتذكر آية من كتاب المقدس شكلنا دائما نقول للناس أقرأ الكتاب المقدس ليه؟ كل ما تقرأ الكتاب المقدس كل ما أنت بتتغير كل ما كلام ربنا بيخش في قلبك ولما يخش في قلبك بعد شوية أنت بتفكر فوق لما تفكر فوق حياتك بتتغير لما حياتك شنو غيرت الكلمة لأن الكلمة في القوة الكلمة في النعمة الكلمة في البركة لما تشكيل كلمة الله الكلمة بيعمل ترانسفورميشن هللويا لأنه تفكيرك بيتغير بدل أنت كنت زول سلبي 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 بعد شوية تبدأ نفسك تفكر تفكير إيجابي تشنو ده كلام الحرارة بعد شوية أنت كنت زول مثلا دائما أقل حاجة بتقول كلمتين كده وبتجيب كلمة تانية ده بطال شديد بعد شوية لسانك تغير بقيت تتكلم كلام كويس بقيت تبارك الناس بقيت تشجعهم الله في هذا حصل شنو؟ اصل الكلمه اللي خلصت في قلبه غير لسانه غير تفكيره غير عيونه غير نظراته غير طبيعته فعشان كده ما تخلي ابليس يسري منك اي كلمه ما تخليه ما تديه فرصه نهار وليل ده عشان كده كلام ربنا ليش شوف يشوع؟ يشوع ده كان القائد المسك بعد موسى عشان يدخل الشعب اللي أرض الميعاد. قال ليش شوف يا يشوع؟ في يشوع واحد. قال له عشان تنجح. عشان تنجح يا يشوع لازم تلحق to meditate in the word of God. قال نهار وليل. تتأمل في كلمة الله قال لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك يعني كلام ربنا خليه ما يمشي بعيد من خشم بتاعك بالنهار وبالليل ما قررت بالنهار تعيش حياتك وبالليل يا ربنا سامحني انا بتوب قال له بالنهار وبالليل لما الناس بتعمل كده لما نيجي بالليل اقوى طبعا زي ما اعرف انه الليل هيقوم ولا ما هيقوم فقبل ما يقوم كده يروح يصفي حساباته حلو ده حاجه جميله جدا تصفي حساباتك مع ربنا يمكن الليلة دي تكون آخر ليلة فإحنا محتاجين ما بس بالليل بالنهار كمان نهارا وليلا نبحث في كلام الله قالوا عشان تنجح النجاح مربوط بكلام الله نعم عشان تنجح لازم تمسك بكلمة الله عشان تنجح لازم تأكل كلمة الله وتعيش كلمة الله وتفكر بكلمة الله عشان تنجح لازم كلام ربنا ده يكون أساس من حياتك ما تجعل كلمة الله كلمة الله في قوة إبليس بيخاف من المؤمنين اللي بيعرفوا الكلمة لأن لما كلمة الله ده السلاح قال كده حاملين فوق القدس انت بتشيل سلاح الروح سلاح الروح ده كلمة الله هللويا احنا ما ادري ابليس يسرق كلام الرب منك قول امين
This is your swan, a little bit. This is your swan, she made me an army. What army? And she made me a swan, my lady. What a difference in the door there. Got to see that with them, your swan. Got to rasp with them, your swan. Got up with them, your swan. Go up with them, your swan. I said,